المرور النهاردة عامل ايه من خلال جوجل ماب زي ما احنا متعودين، وبالتحديد من صلاح سالم. ماشيين في صلاح سالم النهاردة بنشهد كثافات مرورية بدري الحقيقة، يعني دايما بنلاقي في صلاح سالم الوضع أحسن من كده، لكن النهاردة شايفين اللون الأحمر البرتقالي بيظهر بشكل كبير جدا بدري، وخصوصا أسفل مطلع كوبري أكتوبر. كوبري أكتوبر من أوله في الاتجاهين كثافات ما بين متوسطة لعالية. أعتقد النهاردة كوبري أكتوبر ممكن جميعا نبعد عنه، لأن في الاتجاهين شايفين استمرار في الكثافات المتوسطة والعالية. أسفل أكتوبر الوضع أحسن شوية بس مش قوي. النهاردة واضح إن هو يوم مزدحم، شايفين الخريطة الحقيقة فيها العديد من الازدحامات المرية والكثافات العالية المتوسطة. لسه مستمرين مع كوبري أكتوبر. بدأت الحالة طبعا بعد وسط البلد تبقى أفضل كتير في الاتجاهين وصولا لكورنيش ماسبيرو. النهاردة كورنيش ماسبيرو يعني إحنا دايما بنلاقي فيه كثافات بس الكثافات النهاردة أقل. طلعنا مايو، مايو النهارده في الاتجاهين لغايه دلوقتي كويس، لكن في عند التحويلات المروريه بالتاكيد احنا قلنا لحضراتكم قبل كده في تحويلات مروريه وفي اصلاحات وما الى ذلك، وده اللي بيسبب حركه الكثافات العاليه على مايو مرورا بقى وصولا ل 26 يوليو. في الاتجاهين زي حضراتكم ما شايفين ازدحام رهيب. لا النهارده الحقيقه يعني كنت احب اقول لكم حاجات احسن من كده، بس النهارده يوم مزدحم بكل ما تحمله الكلمه من معاني. عشان كده بننصح حضراتكم المتجه من الشرق للغرب بشكل مباشر او العكس في العديد من المحاور المروريه اللي بتقلل بكتير من الرحله المروريه، بتخليها اكثر راحة استمتاعا وفي نفس الوقت هتوصلك أسرع وأأمن. لكن طبعا نازل وسط البلد لازم ينزل بدري شوية عشان يلحق مواعيده.